قال لك ما تجودش بقى ما تجودش. بتجود ليه؟ في امان. بص بتغير مسارك. اهلا بيكم قناه نيو ستيشن. النهارده هنلعب لعبه سبايدر مان مايلز موراليس الجديده. انا استمتعت جدا بالجزء الاول فانا متحمس جدا للجزء ده وواثق ان هي هتبقى لعبه جامده جدا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعمل لايك وسبسكرايب. يلا بينا نبدا. هو بيقول لك هو عايز تشوف ماشي عايز تشوف احداث الجزء الاول. يلا بينا. احنا كده كده هنلعبها عربي فمش عايزين سبتايتلز. لحد من سنه كانت حياتي طبيعيه جدا، عشت في أحسن مكان في الوجود، بروكلين. يا سلام، أنا أسرتي هادية جدا، بحب العلوم وبحب الأبطال الخارقين جدا. بس كل حاجة اتغيرت لما بابا مات في انفجار مبنى النادي. أنا ما صدقتش إنه مات، بس بيتر باركر وعمته ماي كانوا جنبي، وكمان سبايدر مان بيتر الجديد. واللي اكتشفت بعد كده إنه بيت جنان صح؟ ولما بدأت أزمة ديفلز بريث الدنيا باظت، وكأن كل الأشرار اللي ضد سبايدي منتشرين في كل حتة. أنا عملت اللي عليا، وبعد كل ده صدقوا أو لأ عضني عنكبوت وبدأت أتغير. ما كنتش عايز أقلق ماما، شكل بيتر الأولاني كان أحسن بكتير. ودلوقتي بقينا الأخين سبايدرز. كان بيدربني وبعدها أنا بقيت هايل في المرجحة بالشبكة بتاعتي. أنا لسه بتعلم أوفق بين الالتزام وبين كل حاجة تانية في حياتي، مدرستي وصحابي وبيتي الجديد. أنا نقلت الهارلم من كام أسبوع، بس أقول لكم حاجة، أنا متحمس فعلا أعرف المستقبل مخبيني. يا جماعة الدبلاج المصري بس. لعبت الجزء الأول بالإنجليش فموضوع جديد عليا. تعالى يا عم أميزنج يا عم. ماشي زي الفل. يلا ده شارع 125. اوكي للعيش متحمس جدا. اوكي مامته بتقول انا في الحمله مش عارف ايه، عدي هات لي الاكل وبتاع. اوكي ماشي، يعني مستوى اللي هي الحاجات بتاعت العشاء. امه في الحمله فين؟ دي تقريبا ريو موراليس، دي امه اكيد اسمه موراليس. هي مترشحه بقى للعمده. كول شكرا يا حبيبي يا اسطى. عفوا ده جميل جدا. هساعدك. شكرا. تمام. طيب هتضيف سبايدر مان الجديد؟ الولد؟ اه ممكن، بس الاصلي المفضل ليا. ايوه فاهم. صحيح، هو محل تاي قريب؟ ايوه، علامه صفرا عند المبنى، هتشوفها. شكرا، شغل حلو قوي. اه والله عاش، تسلم ايدك. مساحه للعنكبوت الجديد، احتياطي. رايحين نجيب حاجات العشاء اهو. جاله تليفون بيتر. الموكب. موكب ايه بقى؟ انت جامد. يلا بينا. اوعى 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 اوعى. يا جدعان سبايدر مان يا جدعان. صحيح ايه يا نوع ده؟ ار 2. يلا يلا بينا. اهلا يا بيت، انا جاي لك. انا فوتت الموكب. هما لسه بيأمنوا شويه مساجد. الموسيقى عاليه قوي، تعالوا نقللها. شعور حلو.
الحلو انك تشوف اللي هربوا السنه اللي فاتت وهم راجعين للرافت. حلو قوي. الرافت مكان مقزز بس متامن طول ما الاخطبوط. الرافت ده اللي هو السجن. خطر زي مكان. اتمنى. تمام انا قربت شويه وهوصل. اوه هبلغ ماما اني هتاخر. ده بلاشة جامده فحت. عامل ايه؟ جبت الطلبات؟ ازيك يا ماما؟ اهلا يا ماما. ايوه بس ما كانش فيه لبن بجوز الهند في المحل. يا كذاب في وسط البلد ما رحتش اصلا. اه شكرا بس بلاش وسط البلد اصل في موقف مساجين مخالف طريق بشع على. ايوه ماما انا رايح له دلوقتي. اوه ايوه قرار سليم. اشوفك على العشاء يا ماما. يا خبر ازاي بيت شاطر في حوار الهويه السريه ازاي ده؟ ايه الموضوع بيتعبني قوي. موضوع الدبلجه ده جامد فحت. ما زي لعبت الجزء الاول من غير دبلجه. هو المبنى ده هو المبنى. اوكي بالراحه بالراحه هساعد سبايدر مان يحمي موكب السجن الكبير. انت قدها شهيق زفير. اهدى كده شهيق زفير. يلا يلا جامده فحت. بيت انت هنا؟ بخطف لي كوبايه قهوه على السريع. بيروق بس بشرب العكس. ايه اخبار اللي بتشربه؟ حلو حلو جدا. تمام يلا بينا. يلا بينا. هيليكس 2 في طريقها بحموله. علم يا هيليكس 2 شفناك. دي فعلا عمليه كبيره. اكيد مئات المجرمين هربانين من الرافت من سنه بس دلوقتي هنرجعهم. الشرطة أصلها مش مستعدة خصوصاً مش مع ضيف الشرف. مين بقى ضيف الشرف؟ في تشويش هنا. حد من اللي ساعد دوك أوك موجود هنا؟ غالباً ممكن يكون النسر أو العقرب. يمكن أضخم شوية؟ ماشي عندنا مشكلة. الحق يالا استنى يا مايلز خليني كيف هتصرف ما تقلق. مايلز لا مالك ما تجودش بقى ما تجودش. بتجود ليه؟ في أمان. بص بتغير مسارك. مايلز خلل في التوازن. الواد هيموت الواد هيموت. الدفع عطلانة في تصادم. قالك ما تجودش بقى. حماس الشباب حماس الشباب. هيليكس 2 بتقع. هيليكس 2 هتقع. كم مرة هيليكس 2 وقعت مفيش اصابات الشحنه اتاثرت. فريق الاستجابه بعد خليكوا ثابتين. بيت انا اسف ما كانش خليكوا ثابتين. ما تقلقش الموضوع في ايدينا بس محتاجين نتصرف قبل. ايه ايه قبل ما ده يحصل. اهلا يا عناكب يا صغيره. وراينو مايلز انا راينو معايا بس لازم انت تسيطر على الهربانين. سيبهم لي يا صاحبي سيبهم لي. بس مسلس يلا لسه هتعلمني. انت وصلت للهدف. بيت مش هيثق فيا في مهمه زي دي تاني. شغل حلو بالهليكوبتر يا ولد. شغل ابطال وحركات. لا شغل يا شباب ايه رايكم نستريح؟ استريح ايه يا اسطى بس احنا لسه بادين اللعبه. عشان خاطري يلا اديله اديله. تمام انا لسه فاكر حبه حاجات برضو من الجزء الاول. احنا سيطرنا. ما بيخلصوش جرر. تقريبا احنا سيطرنا. حلو قوي. ما ينفعش خايف امل بيت. محتاج اتصرف مع الوضع ده. اوه رمية حلوة. تاني بوي بجد انت ممتاز فعلا. في وظيفة جديدة مستنياك. يا ده شاطر جدا. اوبا اخبار الشارع يا سبايدر مان. بصراحة متبهدلة يا بيتر والله. مرعب شوية. كريسمس في نيويورك. انا بحب المدينة دي. ما شفتش الريس من قريب كده. حاجة غريبة.
ده شغل فن ده. مش ده اللي ممكن اقوله. اضرب يلا. واو بجد واو. واو ايه يا اسطى احنا بنمتحن. رفع عاش. رايحين فين دول؟ بسرعة لازم نهرب من هنا. مايلز هحتاج مساعدة هنا. انت فاضي؟ ايه الحاسب يد؟ يا خبر. انا جاي لك يا دي النيلة. ده مش حلو. عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد. ستيف على مقياس من 1 to 10 ايه رأيك؟ 10 عشان شدينا انتباه الناس كلها، 1 عشان ما منعكش العناوين بكرة هتبقى جامدة. اوحش حاجة الهجوم من نشرات الاخبار، ده احنا محظوظين قوي. مفيش حفلة خلاص كله راح. ستيف الموضوع بدأ يبقى سيء فعلا. ما تبقاش سلم هنقبى توقف طول ما احنا لوحدنا يا اسطى. والله انا جاي اهو بس الطريق زحمه. هنا شويه. ايوه هساعدك. تمام يا بيت هتصرف. حلو قوي الكلام ده. اوه ثانيه مش هقول. امسك نفسك يا عنكبوت يا صغير. سبايدر مان انا محتاج مساعده صغيره. بس سبايدر مان عمل ايش انت مسوسه؟ ما عندكش اي هوايات؟ ما تبقاش مدمره. بحب اصطاد في نهر الفولجا. دي حاجه جميله. السلطة على الحياة والموت بتسعدني. مش جميلة. لو كان هيموت. عفوا. ما تخوف. بس أنا اللي خايف. فضي أنا. بقول لك. أنت عارف إنك بتقرر الكريسماس صح؟ آخر 6 أعياد كريسماس أنا كنت محبوس جوا السجن. وناوي استمتع باول عيد برا الفوتبول. ده تهديد. ده جيرن جيمس ده تهديد ضعيف جدا. ده اللي ما بيديش سبايدر مان. ممكن أوف. نقول انه غبي. يا جونا شكلك حلو. بهرج جدا. تهديد ضعيف وخاين ومجنون مختل. جرينا هنا. مش وقتك يا ماما. اهلا ماما. ايوه شواتك خالص. لبن بجوز الهند لسه بحاول الاقيه. اصلها مغامره نوعا ما. كذاب كذاب يا ماما كذاب. ايوه انا اسف بحاول الحق القطر. يا كذاب بلاش تكتب عليا هذه الحاجه. تعالى بسرعه. ايوه يا ماما بحبك. اقفلي بقى انا متراخيه قوي. دي فرصتنا يا مايلز. لازم فرصتنا. ايه يا اسطى انا وقعت. انا في الطريق. ايه العبط اللي انا عملته ده؟ تمام هنعمل ايه؟ يلا بينا نزود الحماس. خرب بيتك. بيت انت كويس؟ فيك هل تمسك نفسك؟ لا انا كويس. ايه اللي حصل ده؟ هتصرف. انا جاي لك. ايه ده؟ بيتر مات ولا ايه؟ لا انا كويس. تمام. ممكن احتاج دقيقة. الدبلجة فحيدة. دج
رايحه للشرطه. يا ريت ما تجيبوش جهاد موكب مساجين بعد كده. او اقول لكم يا ريت ما تجيبوش ار بي جيهات خالص. محدش يجيب بوازيك، محدش يلعب بوازيك. امشي يا سبايدر مان، انت بتبوظ الدنيا. بتبوظ مين يا انا؟ بساعدكم يا بالمكان الغلط. مكان الغلط. ناس كتير فوق. ماشي، لما تعمل 15 كومبو يجيلك فينش. ماشي انت جامد. الوضع صعب، في ضرب نار بين الشرطه والمساجين الهربانين. يا ريت الشرطه تتراجع، هقدر اصمد. عسل قوي. ايد معتمد عليا، لازم اوقف الرجاله دي. مات ده ولا لسه؟ في ناس تانية. اوف 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 ما اوف اوف يخسر، عمره ما بيخسر. عمره ما بيخسر ايه يا اسطى؟ احنا متبهدلين دلوقتي. بطل تضحيه. تعالى فينش، تعالى فينش، تعالى فينش. انا محتاج. حلوه الفينشات، عجباني الفينشات، عجباني. بيت بيت انا جاي اهو يا بيت، اخر واحد اهو. قال لك انزل يا ماشي. سبايدر مان تمام. اوف ايه ده بيت؟ بيت ايه يا جدعان؟ عاملين كده ليه في الواد؟ اصحى 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 اصحى، ما طلعينه هفق قوي. اصحى يا جدع بيت، انت كويس؟ رد عليا بيت. سبايدر مان ده عطلان، عاوز ابدله بواحد جديد. حلوه دي، ظريف يا ده شكله هايل جدا. مايلز اخرج من يا اسطى، مش هنسيبه مش هنسيبه يا صاحبي. ايه ده؟ ايه ده؟ حلو ده، حلو ده، حلو ده، حلو ده، حلو ده. حلو ده، ده احنا نايمناه خالص. حلو ده، دي القوة بتاعته بقى. اللي واحد مربع معانا. جامد دفعت. ماشي يا عم خلاص. جامد دفعت، جامد دفعت. بجد فواعد كهرباء او توجيه الاشاره. أوف. انت تعيش بس شريكك يموت. اديله جامده جدا، جامده. وانت بتستخدم كلمات اطول من تحطيم وتدمير، حاجه مش متوقعه خالص. وات قليل الادب. جامده بقى، جامده بقى. مش هتخلص من كل اللي حواليك يا اليكس. يا جدعان حيتة حيتة. اوف ابعد عني يا اسطى، ابعد عني. انت خصم عجباني جدا، قوي جدا. الكلام الحلو مش بيجيب نتيجة معايا. بس الكلام ده بقى تيش. وات فينش ده في المستقبل، ركز دلوقتي بس. مش هتوقفني لسه، مطحنك يا اسطى. ايدوي جامدة بقى، أسست ناس كتير النهاردة يا اسطى. اوعى اوعى اوعى. ليه 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 ليه؟ عنيف قوي، عنيف يا رايم. حوالين المدينة كانت عاملة زي مطاردة. ديلو ديلو يا اسطى، ما تستفزوش يا اسطى، عمال يقول مطاردة وهمية. ملهاش اهو، اتنرفزوا اتنرفزوا. لا لا، انا بكره المطاردات اللي ملهاش لازمة. يا اسطى خلاص ما تعصبش، انا اسف.
حلو قوي. قام تاني ليه؟ ما بيقعش ما بيقعش ما بيموتش ما بيموتش. يس سبايدر انت كويس؟ لسه عايش تقريبا. لسه عايش؟ لا بيطلع في الروح. مين دول بقى؟ شباب؟ واو جد؟ واو. مين ده؟ سايمون كريجر رئيس قسم البحث والتطوير في روكسون. فرصة سعيدة. وانت كمان. احنا اسعد والله. اسف تقريبا الكرة بتاعتنا عندكم. لا انت ساعدتنا، لسه شاريين المكان ده وكنا هنهدمه ونطوره، بس انت سبقتنا بشكرك. ده شكله شمال قوي. انتوا الاثنين تقتلوا راينو لوحدكم. انتوا بص هما الاثنين حاسين في حاجه غلط برضه. حاجه جميل جدا نعجبك. هو لسه خطر. احنا هنسلمه للشرطه. انت عارف افتكرت الجنود الخارقين دول مبالغه لغايه ما حاجه زي دي تحصل. او نداء الواجب. مبسوط قوي اني قابلتكم. مستقبل مشرق. اهلا اهلا بيك. أهلاً. عنده حق. أيوة. يلا نخرج. انا مش متاح له نشوف شغلها. بس ايوه شكرا. ايوه شكرا. تمام قوي. كهرباء حيويه. واو بكل صراحه عندي غيره. انا غير من بعد بقى. بص انا ولا حاجه جنب الاصلي. ممكن نكمل بكره تحليل بسيط للفولت. ايوه معلش كنت هقول لك اني مش هقدر ابقى موجود لمده اسابيع. انت بتهزر يا بيت صح؟ لا ام جي مسافره تبع البيوجل وطلبت اكون المصور بتاعها كانها كده اجازه شغل لينا. يا خبر. اسمع ما افتكرش اني مستعد اطير لوحدي. انا بوظت الدنيا النهارده قوي وقت الهليكوبتر. بعد كده عملت شغل جامد وانقذتني يا مايلز. مجرد حظ. هي انا في الشغلانه دي من 8 سنين ومن غير دعم وصدقني بوظت الدنيا كتير قوي. بس الواحد بيتعلم. هو ايه ده؟ هديه كريسمس. بس الاول لازم تأدي القسم. ده طيب أقسم إن أنا هبذل أقصى جهدي عشان المدينة دي. أوعدك. وأنا أوعدك. بس كده. هو الوعد ده بجد؟ طبعاً. أكيد ده مش لعب عيال. شكل جديد. أشوفك قريب يا سبايدر مان. سبايدر مان الوحيد في نيويورك. أنا سبايدر مان الوحيد هنا. اديله بدلة جديدة بقى. أنا سبايدر مان الوحيد هنا. يا اسطى الهدايا يا اسطى الهدايا. بلاش تبوظ الدنيا. هداية الكريسماس يلا. حلو حلو. اوكي ماشي. حاضر. هنعمل L1 مربع X. حلو ماشي عس. هنروح فين بقى دلوقتي؟ يا جانكي ايه ده بجد؟ راينو؟ ايوه عيب ياوه. انت فين؟ المفروض تروح البيت صح؟ ايوه مامتك فتحتلي وللاسف رميت ودلقت حاجتي كلها على الارض. دلوقتي انا في الحديقه بشم شويه هواء. حلو قوي. قابلني عند المدرج الرومي. محتاج اوري لك حاجه. ده ليه دعوه بشغل العناكب بتاعك؟ ارجوك قول لي ان معاك حته من ارنراينو مثلا.
الصور اللي شفتها لمواجهتك ضده مش معقولة بجد. أكيد ليها دعوة بالعناكب، وأكيد أحسن من مجرد أرن. أوه، بحب التشويق. حلو الحركات دي. قبل كده ما كانش فيه الأغاني دي في الجزء الأول وأنت بتتحرك. موضوع لطيف. مش هتعرف تعمل كده. ايه ده؟ بص، هديه كريسماس من سبايدر مان. عطت البدلة بقى. افتحها. هو بدلة صاحبي. البسها، هغطي عليك. ايه؟ ما شفتش حد بيغير لبسه في سنترال بارك؟ طيب. لطيفة. شكلي ايه كده؟ تحسها بتاعت عيال كده. اوه. مايلز موراليس، مبروك واهلا بيك لاول بدلة خارقة لي. ماشي. روح شمال المدينة عشان الجزء الثاني من الهدية. في هدية تاني. دي بس نص الهدية. ايه النص التاني؟ هبقى اقول لما الاقي. المدينة بسرعة. ما بحبش التشويق. اهلا بيكم في برنامج الحقائق فقط مع مذيعكم اللي مش بيقول غير الحقيقة، جاي جونا جيمسون. ايه؟ بدلة بيت بتشغل برنامج جيمسون تلقائيا؟ الراجل اتجنن. خبر حزين يا مستمعين، الحدث الخيري بتاعي في الكريسماس اتلغى بسبب فوضى حراس ليين لابسين أقنعة. أكيد في حاجة أحسن. أنا بسمع كلام زي الفل عن ده. أهلاً، أنا داني كهارت وده برنامج داني كاست اللي بسلط الضوء على الناس اللي بيصنعوا فرق حقيقي في بلدنا. موضوع النهاردة، انتوا عارفين سماسرة البورصة أو الكليات الاستثمارية أو ممكن الناس اللي بتخلي الفيديوهات على النت تشتغل تلقائياً. لا، أكيد هنغطي حدث أب دي سبايدر مان على الراينو. اشتراك داني كاست برنامجي المفضل. إيه ده؟ وبعدين مايلز، استعد الاول تحدي تدريب هولوجرامي ليك. التحديات دي في كل حته في المدينه وبتركز على حركه جديده او اسلوب جديد. ده اختراعات جديده على الارتجال الاكروبات. اختراعات جديده كل شويه، دي حاجه جامده جدا. تدريب هولوجرام، انا مستعد. اولا القتال الجوي. يعمل ايه بقى؟ ماشي. أوه. دلوقتي هاجر انت في الجو. تقنية الهولوجرام دي عالية، بالأجزاء الصح هخليها محمولة. حلو أوي الموضوع ده. جميل، يعيش بيتر باركر. يلا بينا، خلينا نجرب الحركتين مع بعض. تحمل على الاعداء اللي في الهواء باستخدام الشبكه وسيله ممتازه. كمان الصوت بتعمله مضحك. روعه. الموضوع ده احسن من الجزء الاول اللي هو يعلمك الحركات وبتاع. تمام، حسيت بدي دفعت. في ناس جايين. كم دفعت؟ ده وقت تلبيس الحرب. تستخدم السلاح الجوي ونزل اسلحه وتخلص من الاعداء. حلو جدا يا بابا سبايدر. عندك ايدين انت. تعالى يلا. ايوه
وريهم يلا عليهم ال بيو جامدة جدا والله فظيعة شاشات الموت السرقة ملايين صدفة صدفة رهيبة لا بقى سبايدر مان دمروه وخدوا المعتاد هو انتوا بتحبوا تتضربوا؟ لا تمام يلا بينا هو انت العنكبوت يلا هنعمل ثروة كبيرة معلومة جامدة جدا سبايدر مان بشكل رسمي جامدة مش مسموح لكم تبيعوها تاني ازاي كده ازاي الناس دول شفافين اوبا ايه انا عمال اتضرب بشعار كده دي مش نكتة دي صدمة نفسية مباشرة ضرب يا اسطى وقال ضرب يا اسطى قريب هتبقى بدل الناس انا ده في الهواء هوبا هو بره ولا جوه ده ولا فين المفروض تاخدها انت خلاص كده النظام اتعطل كفاية كده على حرمية المعدات هصلح محاكي التدريب خطأ في النظام ممكن اشغله من جديد حلو نفع شكل بيت عمل تحديات تخفي ومرجحة وقتال هبص بصة لما يبقى فيه فرصة ماشي اوكي ما فيكس مش دلوقتي يعني ممكن نعملها تاني اعتقد انك لازم تروح تبص بص على ساحه اللي بيحصل انا لسه معدي بس انا متاكد ان في حد بيقتحم المكان تمام هتاكد بقول لك عايز اعرف اكتر عن قدرات سبايدر الجديده بتاعتك بيتهيألي ده تفريغ الكهرباء الحيويه او كهرباء استاتيكيه بشكل كبير يا انت بتقول ده اوه لازم نديها اسم ايه رايك في قوه صاعقه عشان يعني بتطلع صاعقه تمام مش وحش انا هروح بقى الساحه الاول وبعدين قوه صاعقه ما تنساش قوه صاعقه ممتازه أشكركم جداً على أنكم قلتوا للناس عن الإذاعة دي في نبتة في رسوماتنا البيانية من 136 إيه اللي بيحصل هنا رجالة؟ إيه المكان ده؟ إيه المكان ده؟ أهلاً أنا سايمون كريجر واللي جنبكم ده يبقى مفاعل النيوفورم لما يفعل هيصدر طاقة كافية علشان تشغل هارلم كلها دلوقتي أكيد بتقوله سايمون إزاي ده هيحصل؟ الرجل ده أنا مش بلعه الإجابة النيو فورم اسطوانة واحدة بس من مصدر الطاقة الثوري ده يمد هارلم بطاقة نظيفة وأمنة للخمسمائة سنة كلهم قريب هنفتح مفاعلات في منهاتن كلها وبعدين العالم كله استعدوا لكوكب طاقته نيو فور روكسون لخدمتكم الشركة دي شمال وهي اللي مبوظة اللعبة ايه ده؟ حام مفيش أثر لحد كسرين كذا حاجة بيدوروا على حاجة معينة وليه ماشي كده؟ ماشي عادي
ايه ده عملوا بحث عن النيو بول. كانوا هيستخدموه كده. حلو قوي. ايه الكلام؟ ليلة سودة والله علينا كلها كده. ليلة مش فايدة. طب ما فيش تقنياتهم هايلة بس الصاعقة فعلا مدمرة. ايوه الصاعقة جانكي عنده الصاعقة. الصاعقة اسم حلو. اوف العيال جامدة فحت فما عادي يوز ده كسر اسلحة. اول مرة اشوفكم اسلحة بتنور في الظلمة. حلو ده وشه بالاسفلت. ده اللي ادب صحيح. ده انا اللي هشاوي وشك بالاسفلت دلوقتي. انا قلت هشاوي مش هساوي. ايه الاسلحة دي؟ معدن متذكر؟ قال لك ال 1 بو. هنمشي لما ناخد اللي احنا عايزينه. العيال جامده فعلا. لا يخصني بقى يخصني يخصني. خد يا واد الفينش زي اهو. مين تاني؟ ما كده اه واحد اهو. يلا تحاولني في واحدة بتساوي دي ليه؟ لا سبايدر مان حقيقي بتقول ده تبعك؟ ضربتها في الهوا دي. يا عم ما خلاص وقف ماشي. تيش مين تاني؟ ما بيخلصوش ليه دول؟ اضرب يا مش واضح خالص. بقول لك انت في الساحه. اها كان عندك حق. عمليه اقتحام بيدوروا على النيو فورم. بتاع اللي في المفاعل لسه ما اتفعلش. بيتكلموا عن شحنات. غريب غريب جدا. انت انسان محترم. انا اشتريت طلبات البيت اللي مامتك عايزاها بس ايه وايه يا جدعان. انا بتان يا خبر. تمام انا هحاول انجز. شكرا. انا فعلا شكلي مش قدكم. انت مش قدنا. في ناس باقيه كمان. في ايه شبوت هنعرف نقول لك. دي بتاعتك. ما تخلوش يطير. ابعدوا عن الهجوم الكهربي بتاعه. الواد برضه مستقلين وشكله تعبان خالص. حلوة فحت. اديله فينش جامد جدا. هعطلهم لو استخدمت قوة الصاعقة. ايه يا جدعان الكمدان ده يا جدعان؟ ايه يا جدعان الكمدان ده يا جدعان؟ التينكرر مين ده؟ مش عايز زيك. ده انت ليه الادب شغال؟ انا ضربه تاني هموت ضربه تاني هموت ضربه تاني هموت ضربه تاني هموت. اقدر ادمر اسلحتهم بس برضه بترجع تاني. بص الواد ما بينفعش معايا حاجه. حلو جاهز. عايزين بس ناخد هيلث الاول. مش وقت خالص. تضرب العيال اللي معاش ايديهم مش كبيره دي. خد يا خد خد. اوف
وريني يا عم هتعمل ايه. وريني يا جدعان. بصوا الانترو بتاعت الجيم دي مش زي الجزء الاول خالص. الجزء الاول ما كان كل الحماس ده في الاول كده. شكلهم عاملين شغل عالي يعني. بسرعة. ايه ده انا ضربته بالفينم سترايك دي ومفيش اي حاجة. ما بيموتش. خلاص بقى مش متبقي حد. خلاص كده خلص. كانوا بيتكلموا عن شحنات نيو فور. فين الاوفيس؟ لازم اعرف لقوا ايه عشان اتوقع ضربتهم التانية. كانوا بيراقبوا شحنات النيو فورم. والله شركه شمال. انا عسل. انا كده خلصت حلقه النهارده. اللعبه شكلها جامد جدا جدا جدا. ممكن اشوفه بعدين. فيها حاجات احسن من الجزء الاول فلسه برده هنشوفها عشان نحكم عليها. لو عجبت الحلقه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب واستنى الحلقه الجايه.